السلام عليكم، معكم مراد المزغب، اطار اداري متدرب ومنسق مشروع المدارس الايكولوجيه مديريه الزيلان. اشتغلنا على هذا المشروع في هذه السنوات الماضيه. المشروع اللي تخدم على سبع المحاور، تنذكروا منها ثلاثه اللي هي اساسيه: اقتصاد في الماء، واقتصاد في الطاقه، والتدبير الجيد للنفايات. اذا هذا المشروع تيهم بالدرجه الاولى المتعلم، اي اننا تنحاول اننا ناثروا المتعلم على اساس انه يترسخ ليه هذه الثقافه البيئيه السليمه، وبالتالي يعني كل ما اعتنينا بالاجيال اللي عندنا دابا كل ما حصلنا على مستقبل احسن. وبالتالي فهذا المشروع يعني موجه يعني بالاساس للمتعلمين والمتعلمات، واشتغلنا عليه في هذه المؤسسه اللي حصلت هذه السنه على شارة اللواء الاخضر الدوليه من مؤسس محمد السادس لحمايه البيئه، مشاركه مع وزاره التربيه الوطنيه. واللي تحركنا هو يعني الغيره ديالنا على 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 هذه الاجيال، والغيره ديالنا على المدرسه العموميه، وبالتالي غادي نبقاو دائما في خدمه الابناء اللي تنحسبهم ابناء ديالنا، على اساس اننا نكونوهم ونأطروهم باش نحصلوا على يعني مواطن واعي فيما بعد. ف يعني احيانا تنصادفوا في الازقه او الشوارع يعني سلوكات اللي ما تتعجبناش، فهذيك السلوكات هي نتيجه لتربيه، والتربيه اللي احنا تنساهموا فيها، وبالتالي يعني كل ما كانت التربيه سليمه كل ما كان يعني يعني الجيل اللي تربيو غادي يكون احسن، وبالتالي مستقبل احسن، والوطن ان شاء الله يكون احسن. وشكرا.